Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Alors, aujourd'hui, on va se voir à nouveau dans la série du compte rendu objectif. Alors, le compte rendu objectif. Le compte rendu objectif, c'est un résumé. Yani, huwa moulakhas. Meshi, b'tariqa, li malfin, nandiruha waqt fait, mais b'tariqa wahtukhra. Rahin diru, rahin présenté. Le titre, les paragraphes, ou l'écrivain, ou la source, ou l'édition, ou rahin nhazou le. الملخص تاعنا لو ريزومي تاعنا بواحد الطريقه ودوكا نفهمها لكم ورايحين مع الاخر نهضروا على لا فيزي دو تيكست. بون حنايا واش راح نديرو؟ بون عندنا لو تيتغ، عندنا هنا ماشي دي باراغراف، هذا لو شابو، هذو دي ريبليك، ما نقدروش نقولوا دي باراغراف باسكو هذا سي تان ديالوغ، هو حوار مكتوب من طرف محمد ديب، مستخرج من لانسوندي، إديسيون لو سوي 1954. بون نبداو الخدمة تاعنا، راح نبداو بالانتروديكسيون واللي نسميوها أوسي لاكروش. هنا عندنا لو تيكست بريزون برون كوم تيتر، كي نحبو نهضرو على لو تيتر، على العنوان، ونكتبو هنا لو تيتر، ولا لو تيكست بريزون إي سون تيتر، يعني النص اللي راه عندنا دركا بدون عنوان. ولا رايحين نهزو هذه لو تيكست اون كور ديكزاميناسيون برون كوم تيتر، ورايحين نحطو لو تيتر. اذا كان عندنا تيتر نديرو ايل برون كوم تيتر، الا كان ما عندناش تيتر نقولو اي سون تيتر، بدون عنوان. صافي هنا وراه العنوان تاعنا هو حميد سراج غيوني لي فلاح. ومن بعد ها هو لو تيكست اون كور ديكزامينياسيون برون كوم تيتر حميد سراج غيوني لي فلاح. ومن بعد ريديجي بار، كتب من طرف محمد ديب، كتب من طرف محمد ديب. اذا محمد ديب هو الكاتب، صافي قدرنا، كتب من طرف محمد ديب. تيغي دو يعني استخرج من لانسوندي، من هذا، من لانسوندي هو عنوان الكتاب. ومن بعد دون ليديسيون، في دار النشر لو سوي، في دار النشر لو سوي، دائما دار النشر تتكتب بالماجيسكول، تتكتب بالماجيسكول. لوتور فوكاليز لاتونسيون سور، يعني هنا لوتور الكاتب يسلط الضوء على موضوع هام. L'auteur focalise l'attention sur un thème très important. ونكتبو هذاك لو تام، ها ورا سلط الضوء على موضوع هام جدا، وهو لي كونديسيون ميزيرابل دون ليكيل لا ريونيون اي لا ديسكوسيون سور لي كونديسيون ميزيرابل دون ليكيل ايل فيف. انا ماذا بيا تهزوا الكتاب تاعكم وتبعوا معايا. منين جبدنا هذا لو تام؟ جبدناه من لو شابو، ها ورا قالكم هنايا à se réunir pour réfléchir et discuter de leurs conditions misérables. نقدروا حتى نقولوا sur les conditions misérables des فلاح. نروحوا دركا لا بارتي 2، رايحين نروحوا لا بارتي 2، نجبدوا افكار، ها هم راهم، نجبدوا افكار ونحطوهم هنا. راح نستخرج الافكار. حميد سراج انفيت لي فلاح ا سيكسبريمي ان بار ان، هذه الفكره الاولى خرجناها. هاي وراهي نو سوم ايسي بور ديسكوتي انصامبل في حميد سراج، il ne s'agit pas que l'un de nous fasse de beaux discours et que les autres l'écoutent. Chacun participera à la discussion et donnera son avis. هنا نقدروا نقولوا باللي حميد سراج il a fait réunir les فلاح pour s'exprimer chacun et donnera chacun d'eux et donnera son avis. هنا صافي نقدروا نجبدوا هذه لا فراز الاولى. بصح عندكم هنا يسمى لو ديسكور إلي ديريكت، هنا لازم تقلبوه ديسكور انديريكت. سي بور سا كي يكون هنا عندكم لا ناراسيون او سيرفيس دو لارغومونطاسيون، هو راهو يحكي بصح او سيرفيس دو لارغومونطاسيون، في الحكايه هذه راه يسيي كيفاش يقنع الطرف الاخر. صافي هنا شويه ان بو صعيبه، صافي لازم لكم ستيل ديريكت وستيل انديريكت، وراني درتو في لي فيديو بريسيدونت. صافي هذه نوت تولي ايل. دونك
وزدنا واش لقينا ثاني، هذا كامل لقيناه ما فيه حتى حاجه. حتى لحقنا جو بروبوز سامبلومون دوفرير لا سيونس دي حميد سراج. il faudrait alors un رايس، هنا تبدا الاشكاليه باللي لازم لنا ان رايس. il donnera la parole à chacun d'entre nous qui nous estime avoir quelque chose à dire. هذا يقدر يكون كي شغل ارغومون ولا جوستيفيكاسيون اللي عطاها حميد سراج علاه هذا لو رئيس، علاش انه فو ان رئيس، باسكو هذا لو رئيس il donnera la parole à chacun d'entre nous، باسكو من قبل كانوا واحد ما يخلي الاخر يهضر. بون شكون لقى المعارضه منين؟ هنا ديجا ان فلاح قال ان رئيس صافي، هنا راهو كي شغل ايتوني دو سيت ايدي. هنا فوالا ريبوندي ومن بعد كاين هذا مي موا جو ني با بوزوان دان رئيس بور بروندغ لا بارول بروتيستا، يعني عارض با دي دوش جو نو بو بروندغ تو سول. هنا صافي كاينه معارضه، هو يحاول باش يقنعو، يحاول باش يقنعو. قرينا حتى لحقنا الفكرة من هذا الأفكار وين تبين باللي لازم هذا لو رئيس. وحميد سراج il essaye de convaincre، راهو يسيي كيفاش يقنع هذا بادي دوش دو ليدي دان رئيس دو صافي. واش قال له il est indispensable qu'un رئيس préside la séance، يعني هاد لا ريونيون، donne la parole à celui qui la demandera et veille à ce que rien ne dérange notre réunion. Malheur, ils étaient convaincus et ils avaient choisi Sid Ali comme un raïs. صافي حنا جبدنا الافكار تاعنا، ها وراهي جبدنا. حميد سراج انفيت لي فلاح ا اكسبريمي ان بار ان، il propose d'élire un رئيس، لي فلاح ايتوني اي بادي دوش ناكسبت با. حميد سراج اكسبليك لو رول امبورطون دان رئيس كي جير لو ديبا. انفان ليليكسيون دو سيدي سيد علي. دونك هنا رايحين نديرو بار اكزومبل لوتور دي لوتور بروبوز لوتور ايساي دو كونفانكر كو. المهم رايحين نزيدو هذوك لي فيرب لي موالفين نخدمو بهم كيما هذو. ها هي لوتور كومونس اون بروميير بار نو دير ولا بار نو راكونتي سولون لوي كي نمدو ارغومون دابري لوي. il propose que il nous fait croire que il pense que il voit que il trouve que il juge que. ومن بعد كي نهضروا على لي زيكزامبل راحين نقولوا اي سي تابي سور دي زيكزامبل بور ايليستري سون بوين دو في، حتى نلحقوا للمرحله الاخيره. انا راني كتبت هنايا ديجا درتو هذا بمرحله بمرحله، بصح جاني مقلب صافي جيتي اوبليجي دو لو ريفير. صافي ها ورا واش درنا هنايا. L'auteur commence en premier par nous dire que Hamid Sarraj et Li Fellah se sont réunis et chacun d'entre eux participerait à la discussion. Puis Hamid Sarraj propose tout simplement d'ouvrir la séance et il propose un raïs. بعد selon lui شوفوا ها هي شوفوا درنا هذه. l'auteur commence en premier par nous dire que موراها يجي سوجي باش نتفاهموا. selon lui il est indispensable qu'il يعني il vaut mieux يجي ان سوجي باش يجي ما تجيش كاينه عرقله هنايا. ومن بعد هنا بادي دوش ايتي كونتر مي à la fin il était d'accord de choisir السيد علي كوم رئيس باغ اكزومبل. بون هذا رانا درنا الافكار تاعنا. نخلصوا دركا لا كونكلوزيون تاعنا. لوتور افيك لي زارغومون كيل دون ايسي دو نو كونفانكر سور لا نيسيسيتي دو شوازير ان رئيس. حبيت انا نبدل شويه، درت ليكريفا محمد ديب افيك لو تيكست كيل دون مونتر كومون حميد سراج تونت دو كونفانكر سون كوليغ دي بيان في دو شوازير ان رئيس. انا نديرو هذه خير. لوتور افيك لي زارغومون كيل دون ايساي دو نو كونفانكر سور لا نيسيسيتي دو شوا سور لي بيان في les bienfaits de choisir un raïs ou là que un raïs est important dans par exemple cette réunion. Alors j'espère bien que je vous ai bien aidé dans cette vidéo. Inch'Allah, tkoun wadha. Nkhallikom, on a'tilkom mou'ad f'les vidéos prochaines.